زي ما قلت لكم مصر المقاصه بيشتغل في ظروف صعبه جدا هذا الموسم، في ظروف صعبه جدا، وبيحاول النتائج تتراجع كثيرا، يحاول يتنفس مره اخرى في انتصار زي اللي عمله النهارده قدام الجونه. الوضع ايه؟ طموح الفريق ايه؟ هيقدر يلحق نفسه ولا لا؟ وزي ما قلت لكم من شويه انه الفريق اللي يقدر يعمل انتصارين ثلاثه كده ورا بعض ممكن يفوق وممكن يبعد عن المنطقه الخطر زي ما الاسماعيلي بيعمل دلوقتي. فمصر المقاصه بيتحرك ازاي الفتره اللي جايه؟ طموحه ايه الفتره اللي جايه؟ نسمع مع واحد من الناس المهمين جدا، الاسماء الكبيره جدا في الكره المصريه بشكل عام والمهمين جدا مع نادي مصر المقاصه، الكابتن وليد هويدي المشرف على الكره بنادي مصر المقاصه. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا استاذ كريم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وبشكر حضرتك طبعا على المقدمة. اهلا بحضرتك محترم. انت عارف ظروفنا يمكن سابي مش هنرجع لتالت، ده تالت موسم احنا بندير في ازمة استاذ كريم. في الفترة اللي فاتت ديت بندير في اهلي ومسابي ومصر مقصة مشي. بعد ما مشيت مصر مقصة كان عندنا عقود، انت عارف ان العقود ديت. طب كابتن وليد بعد اذنك الصوت بعيد شوية بس من فضلك. يعني. كابتن وليد الشركات ولا اتفضل. الصوت بعيد بس شويه كابتن وليد لو تسمع. اتفضل. كابتن وليد معايا لسه؟ كابتن وليد هويدي لسه سامعني؟ طيب نرجع تاني، نرجع له تاني يتحدث عن ظروف مصر المقاصه منذ ثلاثه مواسم، وبالفعل مصر المقاصه يعاني ظروفا صعبه جدا، رغم بقى ايه؟ ان مصر المقاصه ده كان مشروع كروي زي ما كنت بتكلم على فيوتشر من شويه. مشروع كروي محترم جدا، فريق يعمل انجازات، وصل مره مع الكابتن ايهاب جلال انه يبقى وصيف الدوري الممتاز. كان مشواره رائع جدا منذ صعوده للدوري الممتاز، كل المسابقات او كل البطولات اللي لعبت في الدوري الممتاز كان بيبقى ليه مركز جيد، بيعمل مباريات كبيره، بيطلع لعيبه رائعه وعنده تسويق رائع جدا، ازاي بيطلع لعيبه كويسه ويقدر يبيع باسعار كبيره جدا ويجيب لعيبه غيرها ويبدا يسوقهم مره اخرى. فكان نادي استثماري رائع ومثالي. مثالي في الامور الاستثماريه دي، ان انت جاي او داخل مش بتنافس، بس انت بتطلع نجوم تبيعهم تاخد فلوس، تجيب نجوم تانية او تطلع لعيبه صغيره تاني تخليهم نجوم تبيعهم تاخد فلوس. فكانت الامور ماشيه بشكل رائع لحد ما حصل شويه لخبطه اداريه فتراجع مصر المقاصه. معنا مره اخرى الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكره بنادي مصر المقاصه. اتفضل يا كابتن وليد. تحيه حضرتك طبعا والساده المشاهدين. طبعا انت عارف حضرتك احنا بقالنا ثلاث موسم لنا في اداره الازمه اللي احنا طبعا بنمر بيها. انت ساعه ما مشيت مصر المقاصه كانت سايبه لنا عقود ب 78 مليون جنيه اول سنه، ثاني سنه 53 مليون جنيه. انت عارف ان تعاقدات اللاعبين بتبقى ممتده مثلا عده سنوات يا كابتن كريم. طبعا. بالاضافه ان انت فجاه هم مشوا، ما عندكش انت اي طبعا اي موارد، ويمكن مصر كلها عارفه ان احنا في بنيجي في نهايه الموسم بنبيع لاعبين عشان نسدد بعض الديون، او بننهي مثلا ارتباطات مع بعض اللاعبين بتنازلات وكده، ايا كان. احنا بقول لحضرتك احنا بنشتغل بظروف غير طبيعيه. صح. تمام؟ صح. وبعدين ما حدش طبعا يعني انت عارف برضه احنا مش من الانديه اللي المدعومه يعني. فبالتالي دايرين ازمتنا بنفسنا يعني، واحنا اضرب بظروف فرقتنا وشغالين بالانسب وليس الافضل طوال الثلاث مواسم دول يا كابتن كريم. الانسب وليس الافضل. الانسب لظروفنا وليس الافضل يعني، فاهمني حضرتك يعني انت اصلا يعني انت الظروف اللي بتحكم فيك يعني. فانت من وجهه نظرك بتشتغل بالانسب للظروف يعني. النهارده فوز مهم جدا على الجونه، فوز كان محتاجه مصر المقاصه بفتره طويله طبعا. بلا انتصارات يعني والامور كانت صعبه. يعني طبعا طبعا، لان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا اتعلمنا درس السنه اللي فاتت يا كابتن كريم، ان فعلا في بعض اللعيبه مش كل اللعيبه، في لعيبه محترمه جدا، في بعض اللعيبه لا يعني يعني قالوا باصلهم معانا يعني، واللي بس حقهم في الاول وفي الاخر، لكن في ناس محترمه يعني بحيي طبعا. يعني ايه يا كابتن وليد؟ عملوا ايه يعني؟ لا يعني هم اصلا كانوا بيختاروا مشاكل وكان هم اللي كانوا بيديروا ازمات، المهم ان احنا ما علينا، وعملوا شكاوى والحمد لله رب العالمين، في الاخر اعتذروا وتنازلوا واتكلوا على الله، لكن الحمد لله رب العالمين الامور عدت على سلام. ده اللي اعطاني درس يا كابتن كريم، ان انا ما اخليش حد له عندي فلوس من اللعيبه التانيين، اشتغل على قد امكانياتي. لان فعلا بالفعل انا ما ارضاش على نفسي ان في
حد يبقى يعني يشتكيك بتاع الكلام ده كله، وانا وحاجات مش مسؤولياتي، مش انا اللي اتعاقدت. حاجات حضرتك تم التعاقد فيها ايام ما كان في شركه راعيه، تمام؟ لكن فاشتغلت في حدود امكانياتك يا كابتن كريم. طيب. حدود امكانياتي الماديه، عشان كده بقول لحضرتك انا اشتغلت بالانسب وليس الافضل. الانسب لامكانياتي، يعني زي ما الفيفا بتقول معاك 10 مليون تشتغل قد 10 مليون. صح. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الحمد لله بفضل الله اللعيبه وصلها 40% من مستحقاتها. عظيم. لما بيحصل عندي ضربات بس من تاخر بعض فلوس الرعايه وكده. وانا طبعا بشكر طبعا يعني شركه برزنتيشن واقفه معايا واقفه كويسه جدا والله بصراحه. انا يعني من خلالك انا بشكرهم، ولولا برزنتيشن يمكن اعتبر هم اللي عارف اللي هو التنفس الصناعي، هم التنفس الصناعي بتاعي. صحيح. طيب بالمناسبه كابتن وليد اكبر عقد عندك دعم يعني الحته ديت بصراحه، وان هم مش مقصرين معانا. طيب بالمناسبه اكبر عقد عندك في الفرقه قد ايه دلوقتي؟ مش احنا عارفين ان عقود دلوقتي اللاعبين في الدوري المصري اكبر عقد يعني هو بص حتى كبير من 600 ل 800000 جنيه مثلا. ياه. اكبر حاجه يعني. ياه. ده في انديه في الدرجه الثانيه بتدفع اكتر. يعني اقول لك على حاجه، انا مجموع العقود بتاعتي كلها في حدود 17 مليون جنيه كابتن كريم. ده في لعيبه بتاخد في السنه الرقم ده او اكتر شويه. ما انا بقول حتى 17 كله، يعني حضرتك دي ما يجوش في مثلا نص لاعب في احد الانديه. يعني بص بالبلدي كده انت داخل يعني يبقى 128 مع ما حدث العربي يختي او بلغتنا ان انا مثلا داخل عركب نبوت صوت كلاشينكوف يعني. والله يا كابتن وليد انا دايما بتكلم والله من اول الموسم على كده، ان مصر المقاصه تقريبا بيلعب في ظروف مستحيله، خاصه ان انت اللي جنبك كمان كل الانديه بقت تصرف كويس وكل الانديه بتدعم كويس، فانت بتشتغل في ظروف صعبه جدا. فاي ثلاث نقط انت بتجمعهم في الدوري السنه دي ثلاث نقط غاليين جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه، يمكن بعد ما الكابتن تامر مشي يعني كتير اتكلموا على تدريب، احنا قلنا اللي يناسبنا هم مدربين ولاد النادي، ونشتغل ونعتمد على قطاع الناشئين وعلى اللاعبين الخبرات اللي موجوده، وبالاضافه لقطاع الناشئين، لان لا يحك جلده مثل ذكرك يا كابتن كريم، ومحدش كان هيقف معانا الا ولاد النادي. صحيح. والحق ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله ربنا يوفقهم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني شايلين عنهم اي ضغوط، لان احنا بنشتغل في اي ظروف مش طبيعيه، لكن اتفضل. احنا باذن الله رب العالمين برضه عندنا طموح وعندنا امل. هيل. بس احنا عايشين ماتش بماتش، يعني دي مرحله وعدت بتاع مباراه النهارده، بنأدي الماتش اللي جاي، لان يعني مش هينفعنا ان احنا نعيش مباراه ومش باصين للنتائج الاخرين ولا موقعنا في المركز. احنا بنحاول يا رب ان ربنا يكرمنا من المباراه الاخرى ونعدينا السنه دي. يعني الحمد لله انا برضو انا كسبانين القضيه بتاعت الشركه، شركه المقاصه ب 64 مليون جنيه، وتم الاستئناف عليها والحمد لله كسبناها. صحيح. تمام. صحيح. لكن طبعا ده في شغل المحامين بقى طبعا في دستوريه قانون اللي هو قانون مركز التسويق التحكيم. طب انا اروح فين؟ ما انا اصلا القانون بيحتم عليا اللجوء لمركز التسويق التحكيم، انا كنادي رياضي. ما ينفعش ان انا اروح يعني المحاكم العاديه. هم يعني شغل محامين بقى ليه تعطيل يعني، فاهمني حضرتك؟ صحيح. كابتن كبير ربنا يكرمنا ان شاء الله، ودي اكيد هي اللي يعني هترجع النادي برضو. وخلي بال سيادتك لما تدخل ال 64 مش هي، احنا سددنا الديون فوق ال 100 وحاجه. لا هو اللي بيحصل دلوقتي في مصر المقاصه واللي بيعمله مصر المقاصه هذا الموسم هو كله استثنائي في كل شيء. الكابتن الكبير كابتن وليد هويدي المشرف على الكره بنادي مصر المقاصه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.